نمشيو لفقرة نجاحات. بالحق هو نجاح كبير، هو درس في الإصرار والصمود لتحقيق الهدف المنشود. دكتور اليوم في سن 75 سنة في مجال الحقوق والعلوم السياسية، بملاحظة مشرف جدا. الدكتورة هذه ما جتش بالسهل، هذه الكل مش نحكيه فيه مع ابن دوز، مع ابن تونس المصر والناجح والدكتور أحمد قدورة. سيد أحمد صباح النور، ألف مبروك يا دكتور. أهلا وسهلا بكم. يلزم نستقبلوك ونحن الكلنا واقفين تحية إجلال وإكبر على وأنا كل إصرارك. فوق راسي، معناها تاج فوق راسي، الإعلام التونسي والشعب التونسي كله تاج فوق راسي، هو اللي وصلني وحقق لي طموحي. سيد أحمد، كيفاش حكيت هالحلمة هذية؟ أنت في الأصل أستاذ تربية مدنية. كنت في الثانوي 69-70 آخر جزء البكالوريا. أي بريمير بارتي، ما كانت البكالوريا بريمير بارتي دوزيام بارتي. أخفقت في البريمير بارتي وهاجرت إلى ليبيا وخدمت غادي، وفي 83 رجعت لتونس. أي رجعت لتونس، كنت سياسة، يعني معناها الشعب نتاعي علوم. وبعد حبيت نبدل وتجاوز العمر واحد، يعني حبيت نبدل لاتر، مشيت العامل سوريا، خذيت الباك غادي، خذيت الاول في 3000 تونسي والثاني على مستوى قطر السوري، وعدت الى تونس وسجلت في كلية الحقوق 86 87 يعني مهم. 91 وقعت حرب الخليج، روحت عني بلانش وكل شيء، روحت في 92 خذيت ليجاز، مشيت خدمت في جهتي باللي استاذ تربية مدنية وتحصلت على استاذ اول في قضيت حوالي سنتين، كانت باريكري كنا باش توصل الاستاذ اول تعمل تاع كونكور، يعني باريكري زعما باريكري تعمل امتحان كتابي مش تاخذ رتبة أستاذ أول. خذيت الرتبة هذيك. أيوة خذيت الرتبة هذيك في 77-78 وخذيت 4 سنين. المهم كانت كتابي، يعني يرجع في كتابي يجيه اللجنة. أي وكنت انطلقت أستاذ أول إلى أن تقاعدت في 2009. بعد 2009 ودني الحلم القديم اللي هو كنت مصمم في مني، خرجت من البريمير بارتي دو باك، كنت مصمم اني نصبح دكتور، ولكن وقتها في كانت في العلوم الصحيحه كما نقول العلوم التجريبيه رياضيات وغيره، لكن بعد كان الطموح يتبدل الطموح الى شعب الاداب، وكنت نطمح اني اكون دكتور في العلوم السياسيه والقانونيه، وكان الامر كذلك. خليت بعد يعني تقاعد 2009 وقعت احداث 2010، رتيت شويه قلت هيا خلي تستقر الاوضاع في تونس ويعني ونشوف وين ماشي الامور. 2014 رجعت الى الدراسه، قررت انك تمشي تسجل في الماجستير. مشيت طول كليه الحقوق والعلوم السياسيه بتونس. ايوه خذيت المره الاولى، جيت كل مرتين نجي ثاني على مستوى معايا واحد يقول شيراز غزال صغير في مستوى العمري معناها، وانا ثاني دائما ما وخذيتها بار زياده بار مونسيون تريبيان في الميموار، معناها مشرف جدا حتى الميموار كان زميان كل وقت. فهمت وصلت وقررت اني بس نواصل اني ناخذ الدكتوراه ونحقق الطموح الدفين اللي كان في يراودني في شبابي وفي يعني في الآخر أصبح ملح شديد صحيح، يعني في حلمتك معناها وقلت مش ناخذ الدكتوراة. قلت لك شديد صحيح في الحلمة متاعك وصممت أنك تاخذ الدكتوراة. تدخيني مدام أصبح كأن هاجس يعني مصلح في الرديونات وتدافش، هذه مهنة زاد أخذتها عندي، وبعد بدلت الانفورماتيك معناها اورديناتورات الى اخره، لكن الهاجس يقول لي لم تخلق لهذا، بل كنت نمشي في الشارع كان من ثاني ينادي.
كيفاش عملت في كيفاش عملت في التنقل من دوز لتونس؟ كيفاش عملت في المراجع؟ قداش قعدت تنقل في الكار ولا وجات حسب المواصلات؟ كان جيت في الكار نهبط في الكار، كان ما جيتش في الكار نكلم اللواجي يجيني للدار. وفي الماستر في من بريمير اني ودوزيام اني استقريت في تونس. انت عندك اولاد سيد احمد؟ عندي اولاد، عندي 10 اولاد ما شاء الله، 8 بنات وزوج اولاد. اي وش اليوم المنتصر هذا اللي مضروب في الجيش هذا عملية ارهابية في 29 أوت 2016. ولدي الاخر ديما هو اللي معول على، لان البنات كلهم البر ربي يفضلهم لك الكل. بيك خذيت لهم دكتوراه توا الاولاد، شنو ردت فعلهم ومدى الفخر بيك؟ اي زو غادي وشاركوني وفرحوا كما فرحت الناس. توا انت في بالك درس كبير للشباب اليوم، لانه واحد تلقاه وهذاك الهدف والغايه من بين الاسباب والغايه اني حبيت نبين الاجيال اللي فرطت في التعليم. توا في الستينات والسبعينات كنا نحرص على التعليم، الولي والطالب وغيره، وكنا معناها يعني لان التعليم وقتها كان مرتبط بال الارتزاع والرزق، معنا بالوظيفة، منا معنا تخرج منا تتوظف منا كذا حتى كاتب ولا كذا، يعتبروا شيء يعني مرتبط بالخدمة بالمعاش. بالخدمة يقرأ باش يلقى خدمة. أيوة بالخدمة باش يلقى خدمة. أنت توا من مجالات أخرى للارتزاق ولا للرزق، يعني الناس فرطت في التعليم ثاني هذا. ومن بين إصراري على المواصلة هو أنا نبرز لشبابنا العربي والمسلم انه لا حدود للعلم، لا حدود للعلم. نبينا صلى الله عليه وسلم قال اطلب العلم من المهدي الى اللحم. بي سيد احمد حتى في الصين ولو في الصين بعد في الصين. بعد يعني الدكتوراه، بعد الدكتوراه يعني النبي لم يعتبر العمر ولم يعتبر المستفاد. سمحني نزرب فيك لانه جاء وقت الرياضه. بعد الدكتوراه سيد احمد، تو دكتوراه وخذيناها توا، شنو الحلمة الأخرى اللي قاعد مخبية؟ الحلمة الأخرى أني نكتب كتب معناه تنير العقل العربي. هي دائما نقول لهم يعني عقلانة الإسلام وليس إسلامة العقل، يلزم أن نحرر العقل العربي المسلم من مش من تراثنا بل نطور تراثنا. شكرا لك سيد احمد قدوره، ان شاء الله يا ربي ديما ناجح وربي حقق لك كل احلامك ويخلي لك اولادك دكتوراه في مجال الحقوق والعلوم السياسيه بملاحظه مشرف جدا في عمر 75 سنه. الرياضه واهميتها